في تقديري انه يعني في لخبطه وفي عدم فهم وفي استغراب وصدمه ومفاجاه في القضيه، تقدر تقول في كل حاجه، بس لو لم يصدر هذا القرار ما كانش هيبقى في اي اندهاش. كان معناه الوحيد انه الحركه العماليه اضعف من انها تملي اي قرار او انها تلفت انتباه السلطه لانها تلبي مطالبها. ماشي، الواضح ان الوضع مش كده. ماشي، خصوم الطبقه العامله يدركوا مدى قوتها. الطبقه العامله قويه والحركه العماليه قويه. ماشي، الحركه العماليه ممكن الناس كلها تغني تسلم الايادي، لكن هيحصل اضراب في السويس وهيحصل فضل الاضراب بالقوه والمحله وسيناترا. ماشي، هي مش يعني المجتمع كله هيبقى ماشي في اتجاه، والطبقه العامله ماشي ما زالت بتقاتل عشان مطالبها الاقتصاديه والاجتماعيه، وبتقاتل عشان تحسين اوضاعها. دي الطريقه الوحيده اللي ممكن نبتدي بيها الموضوع بالمعنى دوت، انه هذا القرار الغامض، هذا القرار الملتبس جدا، هو انتصار كبير للحركه العماليه، ومش ممكن نشوفه غير انه انتصار للحركه العماليه. ولو مش عايزين نشوفه كده، لازم نشوف قبلها ب 24 ساعه كنا بنفكر هم مش معبرنا ليه. ماشي، قالوا بعدها بثلاث ايام، وقالوا بعدها باسبوع، وقعدوا وقاموا وادوا وعود ومش معبرنا. واضح ان الحركه العماليه اضعف بكتير من انها حتى توصل صوتها فجاه، لانها مش اضعف ولا حاجه. ولقينا انه خصوم واعداء الطبقه العامله بيدركوا مدى قوتها. ويعني الالتباس اللي انا شخصيا بعاني منه دوت، بلاقي انه الموضوع ابسط بكتير. القرار لا يعني تغيير سياسه الدوله. دول يعني اسوأ في اوضاعها الاقتصاديه، ماشي، اقل في التطور الاقتصادي والاجتماعي، يعني دول شبيهه جدا بمصر، فيها حد ادنى للاجور اكتر من ال 1200 اللي اتعملوا، وبتطبق سياسات السوق الحر، ما بتطبقش سياسات مختلفه. يعني الجزائر وموزمبيق واليونان وتونس، يعني دول كتير لما شفنا لما كنا بنحط مطلب الحد الادنى للاجور وكنا عايزين نعمل مقارنات بدول مثيله، قلنا 1200 حاجه متواضعه جدا بالنسبه لتونس. تونس مش عارف 3 4 اضعاف الكلام ده بالنسبه لموزمبيق وزيمبابوي. فلما بنتكلم على انه الحكومه قالت 1200 جنيه، ده لا يعني اي تغيير في السياسه الاقتصاديه للدوله. ده يا دوبك بدا يقرب من الدول المثيله في مستوى التطور الصناعي والمستوى الاجتماعي. يعني ما حصلش حاجه زي تركيا ولا البرازيل، يعني الدول الفقيره في امريكا الجنوبيه والدول الفقيره في افريقيا واسيا، ده بالنسبه لها حاجه معقوله متوسطه، يعني اقل من دول واعلى من بعض الدول. فالقرار ما هوش حاجه تبعث على الصدمه الشديده، لا، ده يعني حاجه ممكن يعني تبدو بالحسابات بقى. يعني لو شويه بصينا بنظره اوسع من موازنه الدوله وتعقيداتها، ماشي، ومن الوضع المتردي جدا والفرق الكبير اللي مطروح، هنلاقي ان هو يعني ما هوش عجبه بالنسبه للي بيحصل في العالم كله، هو حاجه متوسطه، لا هي اعلى من الدول الشبيهه ولا هو ادنى من دول تانية. طيب انا بس يعني لو دخلنا في التفاصيل شويه، يعني القرار هيتطبق ازاي؟ ماشي، انا في رايي انه ده قرار لا يستدعي حتى صدام مع الطبقه الحاكمه. ماشي، يستدعي بس ماشي عدل شويه موازين. يعني الطبقه الحاكمه اللي هي بتحكم في كل دول العالم ما بتتمتعش بالاوضاع الاحتكاريه، ماشي، اللي بتتمتع بيها الدوله في مصر. يعني هضرب مثال بسيط، الراسماليين بتوع مصر، الراسماليين بتوعنا الوطنيين اللي هم النهارده ماشي رافعين لواء الوطنيه، هم نفسهم عندهم استثمارات هنا وعندهم عمال هنا، وبيقولوا ان احنا مش هنقدر نطبق الحد الادنى للاجور لان ده هيزود البطاله. عندهم استثمارات في ايطاليا وفي الجزائر وفي دول
الخليج وفي دول اسيا وفي عدد من الدول الاوروبيه، بيروحوا هناك يلتزموا بحد ادنى الاجور اضعاف اضعاف اللي مطروح، بيوصل 10 اضعاف و20 ضعف الحد الادنى للاجور اللي موجود اللي مطروح دلوقتي اللي هو 1200 جنيه. بيلتزموا بضرائب تصاعدية بتوصل ل60% في بعض الدول، بيلتزموا بأعباء مرتبطة بالبيئة ومرتبطة بالصحة ومرتبطة بالتزامات اجتماعية، وما بيقولوش ان دوت هيزود البطالة. هي الوطنية ديت ملهاش اي تكلفة غير على العمال، هو العمال بس المفروض يبقوا وطنيين. ماشي، هي تكلفة الوطنية مش هيدفعها غير العمال. هو دلوقتي لما السويدي عنده استثمارات في الامارات وفي ايطاليا وفي مصر، اشمعنى في مصر بيقول مش هقدر التزم بحد ادنى من الاجور، في حين اللي بيلتزم بيه في ايطاليا ماشي يتجاوز 20 ضعف اللي بيلتزم بيه، مش فاكر الرقم من الحد الادنى للاجور في مصر، لكن يعني مش اقل من 20 ضعف غالبا، اكتر من كده، لكن بيدفع الحد الادنى للاجور دوت هناك. شركه اوراسكوم ونجيب ساويرس اللي ليها استثمارات في الاتصالات وفي المقاولات في عدد كبير جدا من الدول، اظن يتجاوز العشر دول، وبيلتزم فيها بالحد الادنى للاجور في كل الدول دي، وما بيفتحش بقه تجاه الضرايب اللي بيدفعها، ويوم ما الحكومه بتقع معاه في مشكله زي الجزائر ماشي بتسلخه وما بيقدرش يتكلم. والراجل هنا رافع شعار الوطنيه، طبعا تكلفه الوطنيه ديت ايه؟ يعني ما ترمي بياضك، ما الوطنيه ديت كلها ببلاش، يعني احنا اللي هندفع فاتوره الوطنيه كلها، سواء العساكر اللي بيموتوا ولا العمال اللي بيشتغلوا ولا الفلاحين اللي بيزرعوا ما يلاقوش حاجه من زرعتهم. طيب يعني ما مش مطلوب، يعني عشان تغيير، عشان تطبيق الحد الادنى للاجور ما هوش مطلوب، لا تغيير السياسه الاقتصاديه للدوله ولا انك تخش في صدام عنيف، ان السلطه الموجوده حاليا تخش في صدام عنيف مع الطبقه اللي بتحكم. ده هي بس انك تبقى دوله زي باقي دول العالم، ما هيش حاجه غريبه، يعني مش عايزين حاجه، يعني مش هتطبق سياسات المصريه، مش هتبتدي تطبق سياسات الدوله المركزيه والتأمين وما الى ذلك، لا هتطبق نفس اللي بيتطبق في ايطاليا اللي انت بتستثمر فيها وفي اليونان وفي كل الدول الثانيه. مشكلات بقى الموضوع ده بعد ما نشوفه كانتصار، احد انتصارات للحركه العماليه، وبعد ما نشوفه برضه في حدوده، ما هوش تحول عظيم، يعني ما هوش حاجه، ما هوش ما بيعنيش انه في حاجه مختلفه عن سياسات السوق الحر. القرار بيشمل العاملين بالدوله والقطاع العام وقطاع الاعمال اللي هم اجمالا ما يتجاوزوش 6 مليون، يعني 5 مليون وكم 100 الف، يعني حوالي 6 مليون. طيب في حوالي اكثر من 4 مليون عمال قطاع خاص في المنشات، شيء ما بيشملهوش القرار ده. في 11 مليون عامل باجر خارج المنشات، وده القطاع الاكبر من العمال اللي هي العماله الغير منتظمه، العماله غير خارج المنشات اللي هم العماله الارزقيه اللي باليوميه الحرفيين، يعني حتى مش بس القطاع غير الرسمي، يعني حتى منهم قطاع رسمي، يعني حتى منهم كل العمال في طوائف المعمار المختلفه اللي بيشتغلوا ارزقيه، ماشي، فيهم كل الحرفيين، فيهم كل اللي تقدر تقول مندوبي المبيعات والتسويق، ويعني فيهم طبعا المهنيين اللي هم شريحه قليله، اللي هو محامي عنده مكتب محاماه بس، اللي هيتمتع بالقرار دوت، اللي يعني نطاق تطبيق القرار دوت اقل من ربع العاملين بقى في مصر، وطبعا ما هوش الربع، يعني ما هوش الربع، ده نطاق التطبيق، لانه اللي هيطبق عليهم بالفعل هم الاقل من الدرجه الثالثه بقى، اللي هم يعني تقريبا برضو يعني حوالي 30% او اقل غالبا. فاطمه هتبقى عارفه اكتر لانها موظفه بيروقراطيه، يعني الدرجه السابعه والسادسه والخامسه والرابعه، يعني هو هيبقى حوالي سدس العاملين باجر هم اللي ممكن يستفيدوا من القرار دوت او اقل من كده. طيب فين الباقي؟ ماشي، احنا يعني منطلقين من
انتصار حققته الحركة العمالية. ولو الكلام على ان هو محاولة للاستيعاب، لو الحركة العمالية مش قوية محدش هيحاول يستوعبها، لو محاولة للخداع لو هي مش قوية محدش هيحاول يخدعها، لو هو محاولة لأي حاجة هو بيعني بالدرجة الأولى قوة الحركة العمالية. وطالما الحركة العمالية قادرة على انها تنتزع المطلب دوت دلوقتي، فهي قادرة انها تنتزع الأكثر منه بالآليات اللي اتكلم عنها هيثم. طب هنعمل ايه؟ طب ازاي بقى نواجه ارتفاع الاسعار؟ ازاي ماشي نبتدي انه ده لا يعني ارتفاع اسعار؟ ازاي نبتدي نطالب برقابة شعبية على الاسعار؟ ازاي نوسع نطاق تطبيق القانون دوت؟ ان احنا نلزم كبار الرأسماليين بانه لا ماشي، انتوا زي ما تدفعوا للعمال الاجانب هتدفعوا لنا، انتوا لو بتجيبوا عمال هنود في شركات النسيج بتدوهم اكتر من العمال المصريين ماشي. ازاي دوت يبقى خطوه على طريق تقسيم الثروه، لان احنا عارفين انه مش هيحصل عداله حقيقيه الا بعد توزيع الثروه الاجتماعيه. يعني انا مش عايز اطول بس عايز الخص اللي انا قلته في انه القرار اولا يعني انتصار للحركه العماليه، لا يشكر على هذا القرار الا عمال المحل وموظف الدرج العقاريه وعمال السكه الحديد والنقل العام وكل العمال اللي خدوا اضرابات طول الست سنين اللي فاتوا. ثانيا انه القرار دوت ماشي ما هو صعب بدليل انه دول العالم كله والدول الاقل مننا في مستوى التطور بتطبقه وبتطبق احسن منه، فبالتالي يمكن تطبيقه. يعني مش مضطرين نحل الدوله مشاكلها، تفرض ضرائب على شاليهات الساحل الشمالي، تفرض ضرائب على الساعة الفاخرة، تفرض ضرائب زي باقي دول العالم على الأرباح الرأسمالية. يعني احنا مش مشكلتنا ان احنا ندبر ال 1200 جنيه، احنا مشكلتنا الشغل، احنا بنشتغل، العمال بيشتغلوا، دي المشكلة الوحيدة اللي هم محتاجين يحلوها ان هم يقفوا على المكن ويشتغلوا. فالقرار ماشي إذا بينفع يتطبق في دولة زي موزمبيق فينفع يتطبق في دولة زي مصر. ثالثا ان دي بداية ماشي لازم يليها يعني توسيع في نطاق تطبيق القرار، مقاومة اي اثار جانبية لتطبيق القرار دوت، تطوير اليات الحركة العمالية عشان تقدر تنتزع مكاسب اكتر.